بدنا نحكي عن أربع أشياء على الموضة كتير، صيحات جديدة للبنات بين عمر 8 و 12 سنة. اللون الأبيض هو لون كتير دارج هيدا الموسم، ونحن كتير كستايلس بننصح البنات أنه يلجأوا لهيدا اللون لأنه صيفي وبارد، وما يخافوا أبداً من جميع الأقمشة باللون الأبيض وخلطة مع بعضها، مثل مثلاً الدونتيل والساتان، كل الأقمشة المختلفة ما نخاف أنه نحن ندمجها مع بعضها ونعمل لوك أبيض من فوق لتحت، بتكون مناسبة للصيف وبتكون فريش وحلوة للصبايا بهذا الأمر. الشيء الثاني اللي كتير على الموضة هو المخطط، المخطط بجميع أشكاله، المخطط بالطول والمخطط بالعرض والمخطط بالورب وكل أشكاله بالأبيض والأسود طبعاً أكثر شيء، بس كمان المخطط بألوان ثانية كمان على الموضة كتير، مثلا إذا كان أزرق وأحمر أو أزرق وأبيض بعدة الألوان. هلا التيب اللي أنا بحب أعطيها كستايلست إنه ما تخاف الصبية أبدا إنه تلبس مخطط من فوق لتحت، لأنه نحن من زمان كنا ننصح إذا الواحد بده يلبس مخطط يكون مثلا مخطط من فوق بس وسادة من تحت، أو بالعكس إنه يكون سادة من تحت ومخطط من فوق، بس هيدا الموسم لازم الصبايا تتجرأ إنه تلبس مخطط من فوق لتحت وتخلي هيدا اللوك شيء تتألق فيه. الشيء الثالث اللي كمان كتير على الموضة هو اللون الأخضر اللي بسموه الإمرالد جرين الزمردي، لون كتير دارج ومنزلينه كل الماركات العالمية، ولون حقيقة بيعطي هيك فيل بالصيف وبيعطي إحساس إنه الواحد لابس شيء فريش وعلى الموضة، بس الواحد ما يخاف كمان يدمج اللون الأخضر مع ألوان فاقعة تانية، يعني مش إنه لأنه هو نفسه فاقع لازم نلبسه مع أبيض أو مع شيء بيج أو هيك شيء، بالعكس لازم يعني دمجه مع أي لون من الألوان شيء كمان كتير حلو. الشيء الأخير اللي هو المورد، المورد هيدا الموسم، المورد مش بس بالألوان الباردة، المورد بالألوان القوية، وعم بيدخلوا الورود بالفساتين وبالجاكتات حتى على الشعر. ترند الورد كتير راجع بقوة، والورد القوي يعني على أحمر وأسود وألوان جداً فاعلة.